على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء، أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء، بحبها وهي ملكة الأرض شرق وغرب، بحبها وهي مرمية جريحة حرب، بحبها بعنف وبرقة وعلى استحياء، وأكرهها وألعن أبوها بعشق زي الداء، وأسيبها وأطفش في ضرب وتبقى هي في ضرب، وتلتفت تلاقيني جنبها في الكرب. على اسم مصر صلاح جاهين. مصر مش مجرد بلد، مصر مش مجرد اسم، مصر مهد الحضارة، مصر اللي جت بعدها جه التاريخ بالسنين، مصر اللي قال فيها يوسف بالسلام ادخلوها آمنين. مساء الخير والسعادة والرضا على مشاهدين برنامج طاقة إيجابية. مساء الخير يا شريف. مساء الخير يا تسنيم، ومساء الخير على مشاهدينا، وحلقة جديدة معاكم وطاقة جديدة وحاجة إيجابية جديدة يعني نحاول نوصلها لكم. زي ما تعودنا دايما ان انا حابب ان انا دايما اتكلم في المبادرة وازاي المبادرة بتأثر في كل حاجة احنا بنعملها في البرنامج في اي مجال. انا مبسوط جدا وفرحان جدا عشان خاطر الناس مديانا اهتمام قوي في حته ان انتوا جسر تواصل بالنسبه لاعضاء مجلس الشعب. مبسوط اكتر الناس بتختار دلوقتي، الناس قاعده بتبعت لنا مسجات، احنا عايزين الفلان الفلاني، الراجل ده كويس، الراجل ده بي بي بيساعدنا بحاجات كتير. دي حاجه مفرحاني جدا. مبادره طاقه ايجابيه وحمله نائب الغلابه هي فقط لمن يستحق لقب نائب الغلابه، حتى الناس اللي بتبعت لنا احنا بنعمل بحث بنشوف الراجل ده فعلا اللي جاي ده هيستحق نائب الغلابه ولا هو مجرد اسم ومجرد تواجد فقط لا غير، او مجرد نفوذ، مجرد مشروعات تعمل وخلاص. لا، الراجل ده بيخدم فعلا. انا حابب اقول كده، وانا مبسوط ان شاء الله ومستني دايما رسائل منكم. عرفونا الناس دي، الناس كلها محتاجه تعرفها، محتاجه تشوف الناس الطيبه ولاد الاصول دول. الحقيقة احنا جات لنا زي ما شريف قال، احنا جات لنا رسائل كتير من الأصدقاء البرنامج على ان احنا مبسوطين من موضوع ان احنا اخترنا موضوع نائب الغلابة. احنا نائب الغلابة، احنا جسر تواصل، نرجع نقولها، احنا مجرد احنا جهة محايدة، احنا جسر تواصل بين اهل دايرة النائب وبين النائب. وجالنا اتصالات تليفونيه كتير، من اهمها احنا حبينا النهارده يشرفنا المقدم سابق رأفت فيود. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، منورنا يا فندم في برنامج طاقه ايجابيه. شرفت بحضراتكم. حضرتك من المرشحين، حضرتك كلمنا عن نفسك. انا رأفت السيد يوسف فيود، ولدت في اريامون. مركز دايره حضرتك؟ دايرتي الدايره الاولى عن مركز، في مركز الدايره الاولى بندر ومركز كفر الشيخ وقلين، محافظه كفر الشيخ. تمام تمام. أنا ولدت في 1/1/78 في قرية أريامون تابعة لمركز ومدينة كفر الشيخ، واللي أعتز وأفخر إن أنا أحد أبناء هذه البلدة. التحقت بعد كده بالقوات المسلحة سنة 1998، وشرفت كنت ضمن الدفعة 95 حربية. الدفعة دي بعتز بيها جدا. خرجت سنة 2001، عملت برئاسة القوات الجوية في شعبة مهندس طيران، ثم التحقت بمركز السيطرة الآلية حتى عام 2008. انتقلت بعد كده للعمل في مصر الطيران في قطاع المعلومات، وبعد كده انتقلت للعمل بقطاع السلامة والجودة ومتابعة أداء الشركات بالشركة القابضة لمصر الطيران بوزارة الطيران المدني. ما شاء الله ما شاء الله، يعني احنا اتشرفنا بحضرتك جدا. ربنا يبارك. وخليني اخد من كلام حضرتك حاجه مهمه قوي. اتفضل. حضرتك داخل مستقل طبعا. ايوه تمام. دي حاجه انا شايف، انا بالنسبه لي دي حاجه ميزه. قلبي جامد شويه ان انا بعتمد على حب الناس، بعتمد على سمعتي مع الناس، بعتمد على التواجد بتاعي، بعتمد على ان انا مساهمتي شغاله، مش شرط تكون فلوس بس، مساهمة مجتمعية. يعني أنا موجود مع الناس، وأنا حتى لما أنا يعني عملت بحث عن حضرتك أنا بجد اتفاجئت. يعني ما شاء الله حضرتك قامة كبيرة جدا واشتغلت على نفسك من منذ الصغر، يعني لحد ما بقيت في أعلى المراتب، ودي حاجة احنا نفتخر بيها ومثل أعلى لأي شاب حابب ياخد خطوات زي كده.
انا شفت حشد جماهيري ما شاء الله، الله اكبر يعني ما شاء الله. انا حتى رجعت عشان اتاكد هو مستقل فعلا يعني، وهل هو ده مستقل؟ ايه الحشد ده؟ ايه الحب ده؟ حب الناس يعني ما شاء الله يعني. انا فرحت بيه لما شفت المؤتمر ده او المؤتمرات دي، لا انا فرحت جدا. فاكيد حضرتك ليك تواجد مع الناس دي، لامس الناس دي في حاجه اكيد. فلو حضرتك تقول لنا يعني ايه السر مثلا. بص حضرتك، هو في مقوله انا بؤمن بيها دايما، ان قضاء حوائج الناس اليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم. فالحمد لله رب العالمين بفضل الله كل الحاجات او معظم الحاجات اللي بتوكل الينا بتقضى بفضل الله. ودي انا بلاقي نفسي فيها الحقيقه، يعني ان حد يجي لي عايز حاجه معينه، طالب حاجه معينه، احنا بنحاول بنسعى جاهدين في حل مشكلته طالما لا تخالف القانون. بس فده المقصد يعني. هو بالنسبه برضو لحضرتك، كنت جندي من القوات المسلحه، فهو اكيد كلنا نفخر بحضرتك ومبسوطين انت معانا النهارده. اكيد برضو كون ان حضرتك الشعب المصري معروف بحبه للجنود، يعني اكيد حضرتك برضو كنت في الخدمه، كنت بتقدم لهم خدمات. فلما حضرتك دلوقتي، انا اللي شايفان ان حضرتك مطلب جماهيري، يعني الدايره بتاعت حضرتك اغلبيتهم اتصلوا، واحنا هنشوف كمان شويه التقرير بتاع حضرتك في فعلا يعني غريبا ان ده مستقل. احنا متعودين ان المهرجان ده بيبقى احزاب، فان كنا حضرتك مستقل دي حاجه تشرفنا. واحنا دلوقتي معانا مكالمه تليفونيه، مهندس محمد حافظ من السعوديه. هو قبل ما اخد المكالمه مع حضرتك باشمهندس محمد، هو باشمهندس محمد من كفر الشيخ وصديق شخصي ليا وشريف وصديق للبرنامج، وهو من اوائل الناس اللي دعمت حضرتك ان انت تظهر معانا النهارده، وده شرف لينا. باشمهندس محمد مساء الخير. الشرف ليا حضرتك يا استاذه تسنيم. مساء النور، اهلا بحضرتك واهلا بالاستاذ شريف. اهلا وتحياتي للمقدم رأفت صديقي واخي العزيز الغالي. وتحياتي حضرتك للافراد طاقم البرنامج بالكامل. حضرتك يعني احنا بنلبي رغبات كفر الشيخ ودايرة المقدم رأفت. اتفضل. طبعا والله هو طبعا المقدم رأفت طبعا يعني غني عن التعريف. هو طبعا في كتير من الشباب حابين ان هو طبعا ان هو يتقدم لانتخابات مجلس الشعب، لان هو من سنوات هو ابتدى العمل العام. فانا كنت حابب اتكلم عن المقدم رأفت. اول شيء ان اخويا رأفت، المقدم رأفت، مش هقدر اوفي حقه لانه فعليا شخص متميز من صغره بصفات القاده في الالتزام والخلق وحبه لوطننا الغالي الكريم. المقدم رأفت يشهد الجميع على حسن خلقه وحبه للعمل العام. في ايجاز بسيط وسريع عشان بس وقت حضراتكم، ليه كلنا شباب دائره ومركز كفر الشيخ ومركز جلين وقريه اريامون بالتحديد طلبنا من المقدم رأفت الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020. تمام. مع حضرتك، سامعينك. المقدم رأفت احد افراد العائله العريقه عندنا، عائله فيوض معروفه اساسا على مستوى الجمهوريه. اكيد. تمام. اكيد. طبعا. والمعروف عنها حبها للعمل العام وخدمه الناس. المقدم رأفت بيتميز إن هو عيلته موجود فيها نخبة من الأفاضل والنبلاء على رأسهم سيادة اللي هو طبعا أركان حرب وفؤاد فيوض، أكيد غني عن التعريف، حرب أكتوبر المجيدة. طيب. ورئيس مجلس علماء مصر والعم الشقيق للمقدم رأفت فيوض. والمعروف عنه حبه لخدمة الجميع وفخر لمحافظة كفر الشيخ بالكامل. أكيد. وطبعا عندنا من عيلة فيوض الاستاذ الدكتور بسيوني فيوض احد علماء الازهر الشريف. وعندنا الاستاذ المربي الفاضل رحمه الله عليه الاستاذ عبد الواحد فيوض. وعندنا الاستاذ الفاضل احمد فيوض فرنساوي. اكيد هي عائله عريقه، يعني هي عائله فيوض معروفه عائله عريقه. نحب حضرتك تقول لنا كبير المستشار العسكري. لا ما هو احنا عارفين انها عائله كبيره، احنا ممكن نعمل لها برنامج لوحدها. فوزي فيوض. تمام. والاستاذ عبد القادر فيوض. انا بس حابب اقول حاجه، ان المقدم رأفت هو امتداد للعائله الجميله دي.
العائله الجميله ديت لو احنا بصينا حضرتك ان كل شخص بيسمعنا حاليا هيلاقي ان كل شخص او كل اسم انا ذكرته هتلاقيه قدم عمل عام فعلا وقدم خدمه لاحد الاشخاص. فبالتالي المقدم رأفت هو امتداد وتواصل ما بين الجيل الكبير والجيل الحالي. والمقدم رأفت هو ممثل للشباب. ممثل للشباب لانه هو فعلا احنا وجدناه في العمل العام ووجد نفسه هو فعلا في العمل العام من سنوات. وبالتالي كان حق علينا احنا كشباب ان احنا نرشحه لمجلس النواب 2020. ان شاء الله ان شاء الله يا باشمهندس. لكن جميع البلده بالكامل طلبت منه الترشح وجميع العائلات طلبت منه الترشح للانتخابات. وبالتالي ان شاء الله باذن الله هو بيحمل كل تأييد العائلات ويحمل كل تأييد الشباب في المركز وفي البلده وفي جميع المحافظ باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق باذن الله يا باشمهندس. ميرسي يا باشمهندس محمد. شكرا يا باشمهندس محمد. والله يعني مداخلتك من السعوديه. ميرسي يا باشمهندس. اهل السعوديه المصريين يعني السعوديه منورين. انا بشكر طبعا صديقي الباشمهندس محمد حافظ على كل الثناء والشكر، لكن انا بحب اضيف بس ان الخدمات اللي بتتم او اللي تمت ده مش خدمه، ما بسميهاش خدمه، انا بسميها حق. ده حق يعني حق مكتسب ليهم هم، حق تواجدنا وحق العشره اللي بينا، مش تفضلا منا على حد يعني. وهي عيلة حضرتك كلها بتخدم الوطن في كل مجال يعني. احنا الحمد لله بفضل الله في ناس كتير جدا بخلاف عائلتي برضو يعني، في ناس افاضل بصراحه، ناس كبار ولهم اسماء وتاريخ يرهقون من سياتي بعدهم. ان شاء الله حضرتك تكمل مسيرتهم يعني ان شاء الله باذن الله. انا بقول لحضرتك احنا مش هنقدر نعمل زيهم لان هم فعلا يعني بقول هيرهقوا اللي هيجي بعدهم، مش لا ان شاء الله حضرتك يعني. ناس عريقه مختلف العائلات وفي التمثيل السياسي والجامعي وفي كل المجالات الحقيقه يعني. باذن الله. طيب يعني انا برضو خليني عند موقفي، انا موقفي واحد مع كل الناس بعيدا عن المسميات وبعيدا عن اسامي العائلات وبعيدا عن كل ده. انا عايز اللي على ارض الواقع، اللي هيحصل على ارض الواقع. انا حابب الناس تشوف ده، شوف الراجل ده وصل للناس البسيطة دي ازاي. في ناس كتيرة وفي أسامي كتيرة وفي ناس في عائلات كتيرة وعندهم قامات وقامات وقامات، فزي ما بيقولوا بالمثل اللي يخلق من ظهر العالم فيسد ومش عارف ايه يعني الكلام ده. بس حضرتك قامة كبيرة جدا، ما بتعتمدش على الحاجات دي، بس معتمد على اسم العائلة تمام. بس حضرتك وصلت لحاجة قوية جدا، وصلت لمناصب كويسة محترمة بمجهود ذاتي، مجهود تعب وسهر ومذاكره وتربيه وحاجات كتيره جدا. انا حابب الناس تشوف ده. احنا يعني هنطلع دلوقتي فاصل نشوف التقرير، كميه حب الناس، كميه الحشد الجماهيري اللي مش طبيعي، عشان تشوفوا فعلا كلامنا على ارض الواقع قدامكم. نطلع التقرير ونرجع لكم تاني ان شاء الله. ممكن مناخ صغير كلمة معاك، قول لي كلمة. أعاهد الله أنني أخدم بلد وأكون خادما لها. قل أعاهد الله أنني أكون خادما لبلد وبعد نجاح أكون مستقرا في بلد ولا أذهب إلى بلد أخرى وأكون خادما للصغير قبل الكبير ممكن نقرأ الفتحة كلنا مع بعض إن ربنا وفقنا وفرج ده معانا كلنا. التوفيق إن شاء الله. شكرا لكم. ورجعنا لكم بعد التقرير. ده جزء من التقرير اللي بيوري حب الناس ليه. سيادة المقدم رأفت، احنا عايزين نعرف رؤيتك عن البرنامج الانتخابي اللي انت عايز تقدمه لأهل دايرتك. تمام. هو طبعا البرامج الانتخابية في مجملها بتتشابه، لكن احنا بطبيعة الحال في المناطق الريفية بيبقى ليها متطلبات خاصة شوية. طبعا هو الرؤية بتاعت ان النهوض بالمجتمع الريفي بشكل عام يعني في البيئة المحيطة بينا فيما يتعلق بالبنية التحتية. الناس دي يعني ناس يعني عانت كتير الصراحة،
الميزانية الخطة الاستثمارية اللي بتبقى مخصصة للمجتمع بتبقى ضعيفة شوية فيما يتعلق باحتياجات الصرف الصحي والكهرباء والطرق وما شابه إلى ذلك، وطبعا بالإضافة للخدمة الطبية والخدمة الصحية. طبعا مشاكلنا كلها واحدة باعتبارنا بيئة واحدة، بيئة ريفية. عندنا مشاكل في الطرق، في الصحة، في التعليم. طبعا إن شاء الله بإذن الله بنحاول يعني نتغلب على هذه المشاكل. طبعا ده في إطار الدور اللي بيقوم به ممثل الدائرة من خلال النائب المجلس النواب يعني. طبعا بعض الناس بيختلط عليها الأمر في إن دور مجلس النواب بيتعلق فقط بالمحليات، ان هو يهتم بالجانب العمل في المجال المحليات من محليات وكهرباء وصرف وخلافه، ولكن هو دوره في المقام الاول هو التشريع وسن القوانين والرقابة على اداء الحكومة فيما يتعلق بمصلحة المواطن. مصلحة المواطن اللي هو بالزبط انتخبه بالظبط كده، يعني انا انتخبت حضرتك يبقى لازم تشوف لي مصلحتي في اي حاجة انا عايزاها. وفي طبعا بعد اذن حضرتك بدون قطع كلامك اتفضل. معانا مداخله تليفونيه، يا شرف لينا في البرنامج، مداخله اللواء فؤاد فيود. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء النور، وكل اهل مصر بخير وصحه وسعاده، وشعب مصر الكريم بصحة وسعادة، وأنا سعيد إني متواجد معاكم النهاردة على اللقاء على الهواء كده. احنا سعداء بحضرتك جدا وشرف لينا مداخلتك يا فندم، والله سعداء بحضرتك جدا يا سيادة اللواء. الله يخليكي ويبارك فيكي. ربنا يخليك. الحقيقة أنا سعيد بهذا اللقاء، وبعدين ابني رأفت اللي موجود قدامكم أكيد الحقيقة أنا لقيه مهتم بالعمل العام وليه أعمال كتيرة، بس أنا هقول لقطة واحدة من زاوية ضيقة قوي. إحنا في القرية كان العدد محدود، وبناء عليه كانت المقابر بتاعة القرية كانت مقابر عددها محدود، وبعدين فبصينا لقينا العدد بتاع القرية تزايد أضعاف أضعاف، فبقت المقابر غير كافية، فبقت تخيل المقبرة 3 أدوار. فأنا لقيته لوحده كده راح جاي على أرض في كانت مخصصة كده ملاعب، وكانت أرض بور، لقيته ساعة بقى مع الحكم المحلي ومع الجهات المختصة إن عمل الأرض دي مقابر، الناس بقت سعدة جدا. وبعدين كان في عيادة صحية أطلبه يقول لي ده أنا في وزارة الصحة دلوقتي، فيعني ده عمل اجتهادي يا فندم، ورفع الاداء ده عمل اجتهادي قبل ما يرشح نفسه يا فندم لعضويه مجلس الشعب، ده عمل اجتهادي لوحده قبل ما يرشح نفسه. اكيد هو بيحب العمل العام تمام لخدمه الاهل البلد، وبالتالي مش هو مهتم بالمنظور ده كمان، لا ده من منظور اكبر، من منظور اكبر، وليه امال وطموحات عاليه ان هو عايز يعملها في البلد. وانا يعني هو واساسه برضه المؤسسه العسكريه، اكيد المؤسسه متربي في المؤسسه أكيد. العسكريه اكيد، فبيحكموا الانضباط وبتحكموا الامال والطموحات العاليه، يعني اللي بيكمل المسيره بتاعتي، انا حاربت في 73 كنت ملازم اول، فهو بيكمل المسيره بقى، بنسلم جيل لجيل ما شاء الله. ما شاء الله يا سياده اللواء، ازي حضرتك، شرفتنا في طاقه ايجابيه الاول. انا معاك شريف عادل. على فكره برضه كان في قبل كده في واحد من الشباب كان دخل لنا التلفزيون سنه 60 في القريه وما كانش فيها نور عن طريق دينامو، المرحوم احمد راغب. يعني في ناس علمونا العمل وعلمونا التضحيه وعلمونا ان احنا ننطلق، يعني اما تبقى قريه اريامون ديت تخلي في المستوى الثقافي مع اللي قاعد في القاهرة وهي ما فيهاش كهرباء، ده كان بيجيب دينامو. تخيلي بقى ابن القرية دي، ابن قرية أريامون، يطلع الأول على الكلية الحربية في عهد عبد الناصر اللي هو العبد لله اللي واقف قدامك.
حضرتك شرف لينا في عهد عبد الناصر يطلع الاول على الكليه الحربيه من قريه اريامون. الله اكبر ما شاء الله. فاحنا بنسلم بقى جيل بيسلم جيل. طب يا سياده اللي هو لقد عاهدت الله وعاهدتكم على ان جيلنا لن يسلم اعلامه الى جيل سوف يجيء بعده منكسه او ذليله، وانما سنسلمها عاليه خفاقه وقد تكون مخضبه بالدماء، دماء الشهداء ومصاب العمليات، ولكننا ظلنا نرفع رؤوسنا الى عنان السماء. فاحنا الجيل بتاع الطوبه بيسلم الجيل اللي قاعد قدامك ده دلوقتي حضرتك. ما شاء الله كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب وبالصحه والسلامه، وان شاء الله سياده المقدم يكمل مسيره حضرتك. انا كنت حابب بس اساله سؤال مهم جدا. شكرا يا فندم. بس هو مكالمه حضرتك يا سياده اللواء ما شاء الله تاج على راسنا في برنامج طاقه ايجابيه. يعني انا وشريف بنشكر حضرتك جدا ان انت عملت المداخله الجميله دي، وباذن الله المقدم رأفت يكمل مسيره حضرتك باذن الله ويخدم بلده ان شاء الله. ميرسي يا سياده اللواء. طيب حضرتك كمل موضوع البرنامج الانتخابي. موضوع الدور عضو مجلس النواب ان هو زي ما قلنا الاهتمام او الرقابه على اداء الحكومه فيما يتعلق بالوزارات المختصه بكل فئه، سواء كان وزاره الصحه، سواء كان الحكم المحلي، كدور رقابي. دور رقابي بالظبط كده. تمام. طب انا عايزه ليا برضو سؤال. هو شريف هيسال بعد كده. لا اتفضل عادي كمان. انا عندي سؤال خاص انا كسيده، انا احب يعني انا اي عضو مجلس شعب بصراحه بكلم معاه في الموضوع ده. انا كسيده، لو انا سيده مع عيله، يعني زوجي مثلا مش بيشتغل او عندي اولاد وعايزه اصرف عليها، تقدر تساعدني بايه لما اجي لك حضرتك ان شاء الله باذن الله تبقى عضو مجلس شعب، عضو مجلس نواب ب 2020؟ هتقدر تخدمني ازاي اما اجي اقول لك يا سياده العضو انا عايزه تعملي مشروع صغير؟ تمام. وحضرتك طبعا عارف ان انا عشان اعمل قرض من البنك والحاجات دي ممكن ما اعرفش. تمام. تقدر تساعدني في ايه من ناحيه التضامن الاجتماعي؟ لان اكيد التضامن الاجتماعي هيبقى تحت اشراف حضرتك برضو. تمام. هو طبعا في المقام الاول السيده المعيله بت يعني يعني هتاخد حيز اهتمام اكبر، لان دورها لا يقل اهميه، او دورها هي في المقام الاول بتحتاج للرعايه والاهتمام. تمام. فبالنسبه للقرض، اذا كان هو قرض بيساعدها على المعيشه وكده، طبعا هنسهل لها الاجراءات في اجراءات يعني الاجراءات بتبقى صعبه جدا. يعني الاجراءات دي لا، يعني هي طبعا اجراءات روتينيه بتاخد وقت كبير ومجهود وكده، ان شاء الله باذن الله هنيسر كل الكلام ده لكي تحصل على ما يساندها في الـ يعني مجابهه الاعباء المعيشيه، يعني خصوصا يعني ان الدوله بتحاول توظف على قد ما تقدر. بالظبط. يعني طبعا هو الجهاز الاداري للدوله صراحه يعني لا يستحمل، يعني مش كل الناس اللي هتتخرج النهارده الجهاز الاداري للدوله يستوعبها. وبالتالي انا عايز يعني استهل من اسم البرنامج طاقه ايجابيه، وبوجه كلمه للشباب. يا شباب، مش كل الدوله مش هتقدر توظف كل الاعداد اللي بتتخرج دي، فلازم نشتغل على نفسنا ولازم نوجد الفرص والبدائل اللي ممكن تخلينا احنا نقدر نكمل ونواجه. طبعا لا نغفل. سيادتك يا فندم، انا عايزه بس اتكلم في النقطه دي مع حضرتك. عضو مجلس باذن الله هتبقى عضو مجلس الشعب ان شاء الله ناجح. احنا مش عايزين يبقى كلامنا كلام نظري. اتفضلي. انا دلوقتي شاب وتخرجت ومفيش شغل. عايز اعمل مشروع. انت تقدر تساعدني في ايه حتى لو انا هبقى من احنا لو اتكلمنا قبل كده في يعني من كذا حلقه اتكلمنا عن الباعة الجائلين. انا عايزاك تقنن لي الموضوع ده بحيث ان الشاب احنا ما ينفعش نقول له لا ده في شغل، طب ساعدوني ان يبقى في شغل. ما ينفعش ان انا اروح اعمل بارتيشن مثلا اكلفه مبلغ او استلف عشان خاطر اعمل المبلغ ده والاقي الحكومه جت شالته. تمام. فانا اكيد في حاجات بتبقى للشباب تتعمل زي بارتيشنات او حاجه زي كده تقدر تعملها خصوصا في الارياف وكده، يعني الحاجات دي برضو مطلوبه. بص حضرتك، احنا مش هنجتهد كتير، احنا خلينا نبص مثلا لدوله زي الهند وماليزيا بتعتمد اعتماد كلي على الصناعات الصغيره. تمام. تمام.
واحنا الحقيقه سافرنا بره وعرفنا ازاي الناس دي بتستغل كل حاجه، بتستغل الوقت. واحنا بصراحه يعني عندنا في جمهوريه مصر العربيه هي جمهوريه شابه في المقام الاول، لان عدد الشباب فيها دي طاقه لا يستهان بها، فاحنا مش عايزين نهدر الطاقه دي. تمام. بنشوف مثلا بره بيبقوا عاملين مجمع للمصانع او مجمع للاماكن اللي انا ممكن استفيد منها، بنعمل مثلا زي ورش انتاجيه. انا بستورد كل حاجه النهارده من الصين، بستورد اكسسوارز، الحاجات بتاعت الموبايل، حاجات الحاجات دي كلها. لا احنا المفروض الحكومه طبعا، احنا مش بنقول ادفع ايجار. لا هو بره بيعملوا ايه؟ بره بيأهلوا الشباب والخريجين يجي يشتغل بس، وما بيخليهوش يصطدم بقى بالروتين اللي هو يقول له روح خلص الورق وهات لي مش لا هو هناك بيبقى بيعملوا مجمع للمصانع والورش الانتاجيه والخدمات كده، وبيديله المكان جاهز وهو يشتغل. تمام. طيب هو النهارده بكل اللي بيجيبه بياخد قرض مثلا من تمويل الشباب وهو بيسده بفايده بسيطه. تمام. بعد كده بعد كده هو بيسدد القرض ده وما بي ما بيرجع يعني ما بنخليهوش ان هو يعني احنا عايزين يا فندم روح الشباب الروتين. اه بالظبط. حضرتك بتقول دلوقتي سافرت ماليزيا وسافرت الهند، احنا عايزين فكر جديد. ما هو حضرتك الشباب لا ما فيش شغل، لا في شغل بس انا اقدر اساعده. ما هي الدولة يعني بقى هنا حضرتك ده دور الدولة، دور الدولة ان هي توفر له كمكان كمجمع وتعمل حاجة اسمها كواليتي كنترول. طبعا ويلتزم. ما هي دي اللي احنا بنتكلم عليها، الكواليتي كنترول، ان مش اي مش اي منتج وخلاص. تمام. لا ده هو هيجي في ساعات معينة، ساعات عمل معينة، جودة معينة، رقابة على كده ومش كده وبس، ان انا كمان ممكن نعمل له طبعا ده بيحصل بره بيعملوا له حاجة اسمها المعرض. المعرض للمنتجات اللي هو معرض الجلود ومعرض للملابس ومعرض لاكسسوارز الموبايلات وكل الحاجات دي كلها. انا قصدي فيه انا معلش انا ليا وجهه نظر في الموضوع ده مختلفه شويه، انا مع الخدمات العامه. تمام. مش الخدمات الشخصيه. بالظبط. يعني ما ده خدمه عامه حاجه. دي حاجه كويسه جدا ان احنا نعمل حاجه كل الناس تستفاد منها. بالظبط. معارض، حاجات اشغال يدويه للناس تشارك فيها، دي حاجه كويسه جدا هنحبها يعني. تمام. احنا باذن الله ان شاء الله احنا مبسوطين باللقاء مع حضرتك. ربنا يبارك. بس انا عايزه اشوف لو في التقرير بعد ما ننهي مع سياده المقدم التقرير بتاعه. تمام. يعني باذن الله باذن الله يا فندم افكار الشباب اللي حضرتك بتطرحها كويسه جدا، وان شاء الله تخدم اهل دايرتك ان شاء الله. واحنا متشرفين جدا بلقاء حضرتك جدا. طبعا. وان شاء الله سيادة المقدم بالتوفيق، ويبقى وش برنامج طاقه ايجابيه حلو عليك. ويا رب اهل الشرقيه، اهل كفر الشيخ يا رب اهل كفر الشيخ يكونوا مبسوطين باللقاء النهارده، واحنا سعداء بمداخله الباشمهندس محمد حافظ صاحب الدعوه الجميله لسياده المقدم، وسعداء جدا جدا وشرف لينا مداخله اللواء فؤاد فيود. وانتظرونا بعد التقرير. وميرسي جدا. شكرا لحضراتكم وحسن الضيافه. ربنا بالتوفيق يبارك فيك. باذن الله. شكرا لنا سياده المقدم، وان شاء الله على تواصل دايما ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله يعني نسمع خبر النجاح يعني قريب ان شاء الله. باذن الله. شكرا جزيلا. استنونا بعد التقرير ان شاء الله مع نائب غلابه جديد. تمام. نشوف التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ما لحد الكلام أصلها ما بتخش حاجة اللي جاي جاي، لكن اللي لابسينها ومحافظين وجت بره. أهل بلد الكرام أقسم بالله العظيم أريمون لها محبة خاصة جوه قلبي غير طبيعية. أنا ما حدش جابرني على الحلفان. أنا أتاحت لي الفرصة زي أي حد، زي ناس كتير في ريمون خرجت وقعدت بره. أنا لا، مش غاوي بره خالص، أنا جوايا إحساس بس ما بحبش أقوله. أنت وصلت أعمل اديله السماعة التانية، خد السماعة التانية. ربنا يخليك يا عم منصور. هكمل كلامي واللي أنت عايزه كله أنا هقوله. اللي انت عايزه كله هقوله. انا الاول بقول لكم على احساسي اللي جوايا.
انا عامل زي السماء، ان طلعت من اريامون اموت. واقسم بالله العظيم حاجه من عند الله، المحبه دي على فكره عشان تكونوا فاهمين، يستطيع ان شاء الله ان يكون لي كيف اني لكي لا اوتي. يعني احنا كنا 3 واحد، وما من احد منا الا وتعامل مره على ده مرايح التامينات الاجتماعيه، ده مرايح مش عارف ايه. فاذا متعته في خدمه اهل بلده، متعته في خدمه اهل بلده، انفعكم للناس هو خد، فهو ان شاء الله هيكون عند حسن الظن بيه، وندعو له دائما بالتوفيق، وان شاء الله كلنا ايد واحده معاه. وانا بشكر كل اهلي وكل جيراني وكل حبايبنا كلهم، وكل عام وانتم بخير. وفاه والاستعانه يا وفاه وجميع العيله بكل ما نملك، والله خالصه لوجه الله لا رياء ولا نفاق، كل ما نملك نؤيد هذا الرجل ونغيره على اسرتنا، لانه بحق شخصيه محترمه يستحق كل التقدير. امين اللهم امين اللهم امين. وصلى اللهم وبارك على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أكون مستقرا في بلدي.